تتزوجوا بواحد فقير؟ عادي شنو المشكلة معني؟ بالكش نربحوا بلاموسبر، نربحوا حاجة هكا متعرفش على ربي منين هبط لك معناها رزق. مادام انت عندك الامل في البروموسبور نجم اي ما تربحوش البروموسبور؟ الله غالب ربي ما حبش شنو باش نعمل. يعني انت ما يقلقكش انك تتزوج واحدة فقيرة؟ عادي عادي ما يقلقنيش عادي هيك توصل نبدل اي معناها. نحبك تكون متأكدة من الإجابة متاعك. قلت لك دونك شي كونفانكو من الريبونس متاعي معناها يا با دو كوا باش شنو اللي يخليك ترضى بشخص فقير؟ خاطر ما فماش حد غني هوني معناها. لا أمل؟ لا أمل ترى فيهم غنيين صباحني لو بخوفوني هابطة تشيل الله حبيب ورقي فتصور. امشي للاك عايش اختي اسألهم هذوك. ولا النصر ولا اي حكايه. اي بيان سور مداب ولد حليل ويحبني وكل شيء، علاش لا؟ الفايده راه مش في الجيب، الفايده في القلب في المخ وكيفاش يتعامل معاك. فما شكون تقول لك انا مش باش نصرف حب ونمشي نقضي بالحب وغيره؟ مش ابار انه حب تكي على جنب، واما لغه التفاهم كي تبدا انت متفاهمه معاه وتنجم تكملوا بعضكم معناتها سوى في المصروف في اي حكايه. ما انت مش هو زيد راهو باش يقعد يصرف عليك حياته كامله وكل شيء، نجموا تقسموا مع بعضكم كل شيء، كيما هو مثلا يدفع فاتوره الماء والضو، انت مثلا تتلهي بالخضره والقضيه حاجه، تقسموا مع انت المصاريف ما بيناتكم، هكاك تمشي الحكايه الكل سوى غني فقير متوسط، ما انت بالتعادل تقسموا ما بيناتكم كل شيء تبداو متفاهمين، هذيك تمشي الدنيا هكاك. خلينا نوضحوا حاجه للاولاد نتاع تونس، ماخذين فكره كونه المراه التونسيه تتشرط. فما اللي يتشرط وفما اللي ما يتشرطوش، فما اللي يتشرط بحق تقول لك اينا ما نعرس كان البوليس ونحبك كي تجي تخطبني ولا تجي تخوني لازمك شارك ذهب ولازم برسلي ولازم خاتم ديامو ولازم والموسم سوى في العيد في رمضان في المناسبة الكل لازم الراجل يجيب موسم. علاش اختي علاش علاش بي انا معناتها رايي الشخصي راه مع احتراماتي للناس الكل، رايي الشخصي انا لا موسم لا حد شيء، معناتها حتى العروسات 7 ايام وسبع ليالي مش لازم منها، علاش المصروف هذاك الكل؟ مثلا بلديه تكتبوا معناتها تلمدوا الاحباب والعائلات تكتبوا تصحوا على البلديه وتمشيوا وتهزر روحكم هكا، والفلوس اللي كنتوا باش تصرفوها هذاك الكل تمشيوا بها تعملوا بها فواياج تمشيوا تعملوا بها حاجه ما اخرى ما تنفع اكثر. الشركة والتصديرة والروبة البيضة والسالة وينهم؟ لا تعمي الروبة تلبسها في البلدية، اي الخاتم والشركة نجم يجيبهم لك حتى ندق الباب الدار يجيبهم لك، جيب مصور ولا ماك تحب تتفيس وما ادري شنيا، جيب مصور للدار يصورك وهو يلبس فيك في الخاتم والشركة وكهو. علاش؟ ماشي كلام قدام الكاميرا كهو ذا؟ لا انا فعلا مش كلام كهو راني نفعل هذاك هو. والله سا ديبون خاطر فما كوتي نتاع لوجيك فما كوتي دي زيموسيون معناها فهمت. خلينا في اللوجيك ساعة. في اللوجيك معناها بون باش نقول لك نقبل وكل شيء، مي كيفاش باش نصرفوا معناها انا نخدم لازم هو يخدم ولازم زوز نخدموا سا ديبون نخلطوا ولا لا فهمت. مازلنا ما نحكيوش لا على صغير لا شيء فهمت. دونك المشكلة مش في الظروف الاجتماعية، المشكلة في انه هو قادر باش انه يخدم ولا لا. يعني يحرك ولا لا فوالا فهمت. تقول انت مجهود معناها اي فوالا لازم يكون هكا يحرك اكتيف. فما تقول لك انا عشت في دار بابا الفقر والتعب والاحتياج، نحب بعد كي نعرس نمشي الراجل اللي يحسن لي وضعيه المعيشه نتاعي. بنيت عمي نقولها بلي لحظه الطفله اللي الكل تخمم هكا راهو مش الرجل باش يحسن لك وضعيتك، راهو انت اللي تحسن وضعيتك، تحط قدامك طموح، راهو الرجل عمره ما كان طموح على فكره، انت تحسن روحك وحدك بوحدك، لا راجل لا هم يحزنون، والله اعمل اوبجيكتيف في حياتك، وصل نجم تولي محامي اللي تحب عليه، من بعد الرجل توجيه وحده بوحده، انت تبدا وقتها حسنت روحك وحدك. الفلوس تصنع السعاده؟ كل واحد كل حاجه معناتها السعاده بالنسبه ليه شنيا، فما السعاده بتاعو اللي هي معناتها انه يحقق احلامه وطموحه، فما انه السعاده انه يلقى ام وابو فرحانين، كما واحد زاد عنده السعاده هي الفلوس. انت
شنو مفهوم السعادة عندك؟ إني عندي مفهوم حاجتي إني نوصل اللي نحب عليه أنا، ونلقى أمي فرحانة بيا ومتانية بيا وفخورة بيا زيدا. الشوفية عرس براجل لبس عليه ماديا وأموره مريقلة، وأن جوغ معناها تغيرت وضعيته تخليه؟ ليه؟ يا أخي أنا خذيته على فلوسه، ما خذيتوش على فلوسه، ما ناخو عمري ما ناخو عبد على خاطر فلوسه، مانيش مصلح جاية أنا واحدة، مانيش مصلح جاية. انا كي انفك انا خديت راجل ناخذ خاطر معناتها نتفاهم انا وياه، وخاطر يقبلني كيما انا، سواء وضعيتي خايبه ولا باهيه. نجم تتجاوز معاها الازمه الماديه نتاعو؟ اي يا اخي، انت كي باش تاخذ عبد راك تكون معاه في السراء والضراء، كيما هو باش يكون معاك في السراء والضراء. انا بصراحه مانيش مع الحكايه هذيا، خاطر نعرف يعني انت تعرف روحك من الاول، من قبل العرس تعرف روحك على شنو هي قادمه، سواء انت تقبل بالحكايه هذيك ولا ما تقبلش. احنا عندنا في النوسيون تاعنا كونو كي يبدا واحد مثلا ظروفه الاجتماعيه سببا تقول لك الون تيرم يلزمني ناخذ واحد لبس عليه على الاقل باش نجم نخرج من الظروف هذيا. سي با اون نوسيون هذيك، سا دو لونتوراج اللي انت تربيت فيه. كان انت متربيه في شبع سامحني tu vas pas penser comme ça فهمت، مي طونك انت متربيه في الخير دونك مش معناها خير يلزم راه عندك سبع جنات فهمت، خير معناها متربيه تاكل تشرب عادي هذاك هو سي سالي. شنو مفهوم الخير عندك انت؟ مفهوم الخير يهبط عليك مليار انت الخير هذاك. لا مفهوم الخير اني انت لاباس عليك في صحتك، عائلتك انتوغي بيك، تاكل عادي تشرب عادي، مش لازم باش تاكل كل يوم قاروس وراتا ودرا شنوا. سي بون هذاك الخير معناها، ماكش ما تاخذش حاجه العباد، ما تسرقش ما تختفش، سي سا الخير. مثلا في حاله انه خليتها به مثلا صحته ولا فلوسه تصبر معاه؟ اي نورمال نورمال، خاطر هذوك حاجات تهبط على العبد، ابتلاء من عند ربي معناها من الاخر فهمت. ما تنجمش انت تجيبش تحكم على حكم ربي، ان طونك تحبه بالحق دونك يلزمك تقف معاه. الحب هو اساس، الحب هو اساس بالنسبه لي، الحب هو اساس. حبيب موجود؟ الحمد لله يا رب موجود. صافا لاباس ماديا؟ الحمد لله لاباس الحمد لله لاباس عليه عنده اربع امارات وفرش وشنو الاخر فضلك عليك لاباس الحمد لله معناها والله معناها احكي لي عليا انا ما تحكيليش عليهم. اخترت على خاطر فلوسه؟ لا اخترت خاطر نحبه، هو بقى صفات مزيان مش نورمال. زين ولا الحب يعيشه؟ مش معناها مزيان في عيني انا، مش لازم معناها في عيني العباد، بالنسبه لي يعجبني. بقوس عندي هنا في عيني نشوف فيها شاب واحد نحبه. فرضا انت عرست براجل لباس عادي عنده فلوس وكل، لكن ظروفه فيما بعد تبدلت، تصبر معاه ولا تخرج من حياته؟ بيان سور نصبر، خاطر هذاك كان اختياري انا معناها، دونك نتحمل ديما مسؤوليه قراراتي. ودو بلوس لو كان انا مثلا ما نعرفش سوبوزون، خاطر انا بالنسبه لي في المونتاليتي نتاعي انه المراه لازمها تخدم والراجل لازمو يخدم فهمت، معناها زوز كيف كيف، زوز لازمهم يصرفوا مع بعضهم، دونك سوبوزون انا مثلا خرجت من الخدمه وكل شيء والا صارت لي اي كا ولا حكي ما عادش ما يصبرش معايا، ما يصبر معايا في اي ظرف معناها. ساعات مثلا ياخو مراه لبس عليها يسو فيه فات فلوسها ما عادش يقعدوا معاها. والله هي نورمالمون المراه لازمها تعرف روحها على شنو هي قادمه وشنو هي واخده معناها فهمت. دونك مناش بالنسبه ليا ريت في السيتوياسيون هذيا، بالنسبه ليا المراه لازمها تكون واقعيه فهمت، معناها لازمها تخمم باللوجيك وتشوف كان مستقبلها. احنا عندنا مشكله في الرسمي في تونس انه الشباب كي يجوا باش يعرسوا يبداو ما همش مسؤولين، ما همش فاهمين اش معناها عرس. المرأة جوست معناها بالنسبة ليها سي بون هكا باش تعمل حفلة باش تاخذ زيز وفازيت باش تفرح شوية فهمت، من با يعملوا إتيود للحكاية هذيا فهمت. الراجل في بالو حاصل هكا باش يخو مرا هكا باش طيب له العشاء باش يرقد معاها معناها هكا هو فهمت، من با يتحملوا المسؤولية، ما همش عارفين علاش قادمين فريمون. نورمالمون ريت أنا نشوف كل كوبل قبل ما يعرسوا بصراحة يمشيوا للبسيكياتر
والا بسيكولوج بالرسمي باش يعملهم دراسه كامله للوضعيه نتاعهم اسكو هما كومباتيبل ما فوالا صحيتك ابار سا معناها هما يا هل ترى بالرسمي كان باش ياخذوا بعضهم باش ينجحوا ولا لا في العرس فهمت العرس ماهوش حاجه لعبه هكيكا وبعد جيب صغار وبعد هكا من عشان المرات كره في كره صغار في بوهم وتلاقات وفازيت معناها فمش مسؤوليه.